كبرة عيلة كتير حلوة وعاملة ماما وعاملة ماما بول كمان. تزوزوا أولادك الشباب ولكن بعضهم لليوم بيجوا بيتغدوا عندك. هل قد تطبخي طيب؟ ايه كتير. شو أطيب طبخة بتعمليها؟ ليك عادة بيبقى واحد مغرور. ايه شو يعني؟ وكل أكلاتي طيبين. أنا مغرورة بطبخي. شو يعني؟ يعني بشوف حالي بطبخي. يعني بتطبخي مثل ما بتغني حقيقة على بيرفكشن. أنا بقول لهم بتنجزي بالطبخ أيام؟ لا أبدا ما بتنجز. لأنه بالهيك بالغنى قلتي لي إيه أيام بتنجز بالطبخ؟ أبدا أبدا أبدا. طب ملوخية ولا مغربية أشطر؟ كل لي دو لي دو؟ لي دو. شو بدك أجنبي عربي كل شيء. شو عم تحكي استروغونوف جيجو؟ أوه ملكة الاستروغونوف. لا ولو جيجو سيتان بلا ما بحبه كتير. ايه؟ ما بعمل ما طبخته بحياتي. يعني هلا بعيد الميلاد رح تعملي أنت تركي؟ رح تعملي حبشة؟ أنا أعمل حبشة؟ لا يعملوا لي بيعملوا. بس شو حتعملي انت سبيشاليتي بنوال؟ انا بحضر السفره، بحضر الاشياء البايلا مثلا انا حعملها. شو عم تحكي؟ إيه لكن طب شيلي لنا تبر وير للنهار اللي من بعده يعني. لا مناسبك على العشاء. لا على ليله نوال كلكم. كل ايه اهلا وسهلا وقت يا حبيبه القلب. كانوا جايين نتغدى عند اهلنا. اهلا وسهلا وحياه الله. طيب بدي انت عيدك ب 14 الشهر يعني. نعم. بعد دو جور. انت من الفنانات اللي بتستروا على عمرهم ولا بيقولوا قد عمرهم؟ انا بكره العمر. تكره شو يعني؟ شو قصدك يعني؟ بتكره تحس انك كبرتي ولا بتكره العمر ازجوك؟ بكره اكبر. ايه وبكره اقول لحدا حسي مشان هيك جسمك عم بيحارب نفسه بتحسيه ما بيوحي انه كبرتي. مزبوط هيك بتحس. ليك انا بعدني بسن مسموح لي اعمل بدي يعني مسموح لي بعدني انا صبيه بخدم كتير لقدام. معلش انا تزوجت عمري 19 سنه. لا بيني ولا انا وتوني. ايه. خطيفه. ايه. فنحن اولادنا خطيفه. ايه نحن اولادنا اخواتنا. ايه. رفقاتنا. ايه. عرفت شو ما بيعيطوا لي اهلك ما كان اهلك ما كان بالدنيا ولا اهله ما كان بالدنيا؟ لا لا كنت اول ماني موظفه بالبنك. ايه. وهو كان موظف بنك. ايه. حبينا بعض ورحنا ما حدا حضر عرسنا. مش لين خطيفه يعني. مش لين خطيفه قوي. برافو عليك منيح طلع صوتك. منيح اللي طلع صوتك بس معنا صوتك. هو ناطر هاي اللحظة. أنا ناطرتك. ما أنت ما عطيتي خطيفة إلا آخر الحلقة. أعطيها قبل كنتي ولو مش لين خطيفة من بيني. أنت معك خبر لو أوما جاد كان أيام جورج إبراهيم الخوري كان سميك مش لين خطيفة. ما كان حدا سميك أسطورة الصوت. كان كل وقت عرفوك مش لين خطيفة. بتندمي إنك جوزتي خطيفة؟ لا لا ابدا. يعني ما يعني انت ما عملتي عرس الابيض العرس الاحلام؟ لا 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 ابدا ولا بيعني لك ابدا. عملت عرس ولادي. طب شو رايك نعمل لك هابي بيرثدي على طريقتنا؟ انا بتمنى يعني. بدي ابعت ورا حدا عزيز على قلبك يغني لك هابي بيرثدي. فينا كمان؟ ايه؟ يلا مين تفضلي مع البند. 1 2 3 تفضلي. انا ولورا حفيدي التيتا مشلين بنقول هابي بيرثدي. انا وياك يلا هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تيتا ميشا هابي بيرثدي تو لورا. قد ايه عمرك لورا؟ عمرها ويت. يلا جويوز انيفيرسير جويوز انيفيرسير جويوز انيفيرسير جويوز انيفيرسير. يلا لورا. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة تنتهي. مرسي لورا. مرسي لورا.